الجمهورية التونسية. نشرة الظهر. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم ضمن أبرز عناوينها. إنتاج متوسط للحبوب هذه السنة مقارنة بالمواسم الماضية ودعوة إلى استنباط أصناف حبوب جديدة تتماشى مع المناخ في تونس. وزارة الفلاحة تعلن مداواة أكثر من 1,150,000 شجرة زيتون ضد ذبابة ثمار الزيتون الضارة. تراجع صادرات تونس من الفوسفات ومشتقاته وتأثيره على عجز ميزان الطاقة والعجز التجاري عموما، محور تقرير في النشرة. وفي فلسطين المحتلة 49 شهيدا ونحو 70 جريحا في مجزرتين صهيونيتين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بنحديد الزواري في تصريحنا اليوم للإذاعة الوطنية خلال استضافتها في برنامج يوم سعيد، أكدت أن إنتاج الحبوب متوسط هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية. الإنتاج يعتبر متوسط مقارنة بالمواسم الفارطة، هو شبيه ب 2015 2016 2017. احنا تعرف العادة ديما في المواسم التجميع يكون عندنا 4-5 مواسم متوسطة ثم يبرز موسم استثنائي. احنا السنة وزارة الفلاحة حطت على ذمة الفلاحة 189 مركز بطاقة تجميع في حدود 7.8 مليون قنطار مجمعين، ثم مجمعين خواص اللي هم عددهم السنة كان في حدود 23 مجمع خاص هو يجمع لحساب الدولة، يعني تمويل الكل من قبل الدولة. ثم زوج شركات تعاونية مركزية اللي معروفين هما كوسيبلي وسي جي سي، وتدخل الديوان سنة مثلا تدخل الديوان كان في حدود 3% لقبول الصابة، وحطينا على ذمة الفلاحة 500,000 قنطار من البذور. ولمواجهة التأثيرات المناخية دعت المديرة العامة لديوان الحبوب إلى استنباط أصناف حبوب جديدة تتماشى مع المناخ في تونس. قاعدين نعيش في تقلبات مناخية هامة على الصعيد العالمي، وتأثير السلبي هذه لابد من إيجاد الحلول لصمود منظومة الحبوب. يلزم العناية أكثر، الإنتاج المحلي ماذا بينا يكون نجمع أكثر ما يمكن من القمح الصل. الهدف بتاع وزارة الفلاحة هو بلوغ اكتفاء ذاتي على الأقل في القمح الصل، وهذا الكل ما ينجم يكون إلا بالبحث العلمي، إعادة تحين الخارطة الفلاحية وتحديد المناطق اللي تتلائم لزراعة الحبوب. لابد من استنباط أصناف حبوب تتماشى مع مناخ متاعنا. من جهة أخرى أكدت المديرة العامة لديوان الحبوب أن الديوان سيشيد مخازن جديدة فيما ستشهد السنة المقبلة اقتناء 60 عربات حديدية لنقل الحبوب. إن شاء الله عام الجاي اقتناء 60 عربة للسكة الحديدية، يقع الجمع من مناطق الانتاج، خاطر أنت وقت اللي مركز تجميع يتعبى ديوان حبوب يزم يهز عليه إلى مناطق الاستهلاك. وثم إصلاحات على مستوى الخزانة، احنا ان شاء الله سيقع تشييد خزانات على مستوى سوسة على رادس، من هنا العامين يكون عندنا خزانات مهيئة ويكون عندنا طاقات إضافية من خزانات محورية. أعلنت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم أن الحملة الوطنية لمكافحة الحشرات الضارة بالزياتين التي انطلقت أواخر ماي المنقضية شملت ولايات مدنين وصفاقس وقابس، ولا تزال جارية بالمنستير والمهدية، مستهدفة أكثر من 1,150,000 شجرة زيتون. ولاحظت الوزارة أن هذه الحشرة موجودة بجميع بلدان البحر الأبيض المتوسط، ويتم متابعتها ورصدها من قبل المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. بعد نحو 10 سنوات من انطلاقه، ساهم مشروع التجديد في الفلاحة والصناعات الغذائية في تكوين نحو 14,500 من صغار الفلاحين من منتجي الحليب والبطاطا في ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي، وفق ما أكدته المديرة العامة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد إنجي الدقي في تصريح للزميل وجيه النمر في إطار الملتقى الذي نظمته الوكالة اليوم لتقديم نتائج المشروع. يعود
الفلاح ولا الفلاحة ولا المستفيد هو يمشي للتكوين، للتكوين يمشي له. يشمل 7 ولايات في الوسط الغربي والشمال الغربي، تمشي خيمة غادي الفلاحة حذا دارها التكوين. طريقة التعلم هي طريقة مجددة، سيلون دراغوجي جمعت التكوين الكبار بلوتو. علاش نقولوا الكبار؟ خاطر هما بيدهم عندهم تجارب، ما جاش باش يتعلمهم. وقع التكوين في كامل المشروع اكثر من 14500 فلاح، واللي هو بخيفيو 15000، معناتها وصلنا اكثر من 96%. وقع تكوين 500 مكون اللي هما باش يقعدوا يكونوا الفلاحين. تقدر تكلفه المشروع ب 25 مليون اورو، يعني ما يقارب 100 مليون دينار تونسيه. المستفيدين منه 50% نساء، 36% شباب. تعلمناهم كيفاش يتاقلموا مع التغيرات المناخية، وبذلك هذا يندرج ويتطابق مع رؤية وزارة الفلاحة اللي نحكيه على فلاحة صامدة مستدامة ودامجة. وأفادت المنسقة الوطنية لمشروع التجديد في الفلاحة والصناعات الغذائية دليل الدلهومي أن هذا المشروع ساهم في تطوير مداخيل صغار الفلاحين بنحو 150% عبر الترفيع في كمية الإنتاج وتحسين الجودة والضغط على التكلفة. التكوين هذا هو الحقيقة انطلق منذ انطلاقة المشروع سنة 2015، المشروع اللي هو يهدف إلى تطوير دخل صغار الفلاحين، وبالتالي كانت تم عمل على تحديد ما يحتاجه صغار الفلاحون لتطوير مدخولهم. اكتشفنا انه تم الحقيقة نواقص على مستوى التكوين اللي موجه لصغار الفلاحين، اللي يأخذ بعين اعتبار خصوصيتهم. التكوين هذايا يشمل كل النقاط وكل ما من شأنه انه يطور المنتوج متاع الحليب، اللي هو عنا الأعلاف، كيفية معناها تغذية البقر، يخليه يعطي علف متوازن وتوفر انتاج مع الضغط على التكلفة، وثم كذلك جودة المنتوج. معناها ثم دراسة متابعة أثبتت أنه دخل الفلاح وصل إلى معدل 150% تطور في الدخل المادي من خلال تطوير الكمية متاع الإنتاج، نوعية الإنتاج، وكذلك الضغط على تكلفة الإنتاج. في شأن وطني آخر، تراجعت صادرات تونس من الفوسفات ومشتقاته مع موفى جوان المنقذي بنسبة 30.4%، فيما ارتفعت واردات الطاقة بنسبة 17.5%، ليؤثر بذلك عجز ميزان الطاقة البالغ 5.7 مليار دينار على العجز التجاري للبلاد بشكل عام، وفق البيانات المتعلقة بالقطاع الطاقي الصادرة ضمن نتائج التجارة الخارجية إلى موفى جوان 24 و2000 التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء. قراءة في أسباب هذا التراجع وتداعياته في متابعة لأحلام الجسمية. تراجع صادرات تونس من الفوسفات ومشتقاته أرجع أسبابه الباحث الأكاديمي المختص في التنمية والتصرف الموارد حسين الرحيلي إلى الصعوبات الهيكلية في شركة فوسفات قفصة، منها تقدم العتاد، مبينا قيمة الخسائر والفرص المهدورة. تراجع صادرات الفوسفات هذا كان منتظر نظرا لأنه شركة فوسفات قفصة تمر بمشاكل كبيرة على مستوى تراجع نشاط العتاد اللي حوالي 30% من عتاد الإنتاج والاستخراج وقع تعطيله، والاستثمارات اللي كانت مبرمجة 2023 وهي بحدود 346 مليون دينار لاقتناء معدات جديدة تأخر. هذا ما زاد فاقم إشكالية الفوسفات على مستوى تراجع الإنتاج، وبالتالي تراجع تصدير الفوسفات التجاري. قبل كنا نقولوا الاعتصامات وغلق طرق وغيرها، اليوم احنا اكثر من عامين ولا ثلاثه الاحتجاجات الاجتماعيه تراجعت الى مستويات كبيره برشا في الحوض المنجمي، لكن بالمقابل طلعت مشاكل هيكليه اخرى اللي خلت الفوسفات وخلت البلاد ما تستغلش الفرصه هذه، وكاني فرصه مهدوره اخرى رغم ارتفاع اسعار الفوسفات عالميا، واللي كنا نجم نجنوه العام اللي فات كان التوقع انه نوصلوا ل 4.5 مليون طن من الفوسفات التجاري، و2024 كان من المتضرر ان نفوتوا 5.3، لكن التقديرات هذه كانت حالمه جدا ولم نقم بالاستثمارات الضروريه اللازمه ومساعده على تجاوز هذه الأزمات الهيكلية. وأوضح الباحث الأكاديمي المختص في التنمية والتصرف الموارد حسين الرحيلي تأثر الميزان الطاقي وتأثيره بالتالي على العجز التجاري عموما، مشددا على ضرورة التنويع في مصادر الطاقة. الميزان التجاري الطاقي قاعد يتعمق، وخاصة أنه بالمقارنة ب 2023 الفارق أكثر من 700 مليون دينار. هذا يراجع أولا لارتفاع أسعار الطاقة عالميا، واثنين أنه ما لقيناش حلول بديلة محليا وما استثمرناش في الاستثمارات المباشرة في
الطاقة وتراجعت حتى الرخص نتاع التنقيب ورخص البحث، وهذا جانب يلزم يطرح من جديد ويلزم تنويع مصادر الطاقة في المستقبل على الأقل في الخمس سنوات الجاية. ما نجموش نحلوا مشاكل الطاقة إلا ما نعملوا التعويل الذاتي على الطاقات البديلة اللي عنا إمكانيات كبيرة فيها والطاقات المتجددة، وتأثير هذا على الميزان التجاري يظهر كبير خاصة على مستوى ما يسمى بالتضخم المورد، لأنه ارتفاع أسعار الطاقة ساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع كل الأسعار محليا نظرا لارتفاع الكلفة الطاقية. ويبقى الفوسفات أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني خاصة مع تعطل التمويلات الخارجية ومراهنة تونس على سياسة التعويل على الذات، ومن الأولويات النهوض بهذا القطاع والتسريع بإصلاحات هيكلية في شركة فوسفات قفصة لتعزيز قدراتها في الإنتاج والتصدير بهدف تشجيع التونسيين المقيمين في الخارج على الاستثمار وبعث مشاريعهم داخل أرض الوطن. تم تمتيعهم بعديد الامتيازات الجبائية وفق شروط معينة. عن هذه الامتيازات وأبرز شروطها تحدث الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري خلال حضوره في برنامج نهارك زين على موجات الإذاعة الوطنية. يثبت إقامته في الخارج لمدة سنتين على الأقل الإخرانيين اللي يسبقوا تاريخ إيداع الملف في كل سنة ما يلزمش يتجاوز 183 يوم في تونس. يلزم المعدات والتجهيزات والشاحنة تكون باسم المنتفع بطبيعة الجنسية التونسية، ويستظهر بالوثيقة بتاع التصريح بالاستثمار لدى الهيكل المعني. إذا كان معناه استثمار، إذا كان مشروع صناعي باش يمشي وكالة النهوض بالاستثمار الصناعي، هما اللي يعطيوك القائمة في المعدات اللي باش تجيبهم، وبعد تتصل بإدارة الديوانة. ثم عن معناه مطلب تاع امتياز جبائي يتعمل في مكتب الديوانة وين مرجع النظر وين تسكن انت وين باش تبعث المشروع متاعك، ويتم امضاء هذا الامتياز وتنجم هكاك تتمتع بتوريد المعدات بتاعك وبالشاحنة. بعد المعدات هذيك يتم مراقبتها من طرف مصالح الديوانة. عندك الحق كيف كيف باش تقوم بتوريد هذه المعدات من الخارج او اقتنائها من السوق المحلية من اللي تاخو التصريح بالاستثمار في ذاك عام باش تستغل الامتياز هذاك. ما بديتش تستغل في المشروع متاعك في ظرف سنة يتم سحب الامتياز ويتم خلاص الاداءات والمعاليم الديوانية على المعدات اللي جبتهم. في شأن التربوي دعت وزارة التربية في بلاغ لها أمس الأساتذة النواب الذين تم تكليفهم بسد الشغورات بالمدارس الأعدادية والمعاهد الثانوية خلال الفترة الممتدة من 14 من سبتمبر 18 و2000 إلى 30 من جوان 24 و2000 إلى التثبت في معطياتهم الشخصية وفترات النيابة الخاصة بهم وتقديم الاعتراضات مدعمة بالوثائق والمؤيدات قبل غلق باب التحيين والاعتراضات الأسبوع المقبل. وستغلق وزارة التربية بصفة نهائية باب التحيين والاعتراضات يوم 22 من جويلية الجارية على الموقع الإلكتروني للوزارة www.udunet.tn، ويوم 23 من جويلية الجاري لدى المندوبية الجهوية للتربية. يطلق الائتلاف التربوي الأسبوع المقبل تظاهرة إعلامية لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لمساعدتهم على التعرف على آليات التوجيه الجامعي والمسارات الجامعية التي يرغبون في الالتحاق بها. رئيس الائتلاف كمال المساوي أكد في تصريح لنجاة حسن أن هذه التظاهرة تعتبر نموذجية وتهدف إلى تعزيز دور سلطة الإشراف في عملية التوجيه. التوجيه الجامعي أيام 22 و23 بتونس العاصمة بالاشتراك مع الجمعية الوطنية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، ومش تكون موجهة أساسا للطلبة جدد بتساعدهم في اختياراتهم. ونعرفوا اللي الباك في تونس تقريبا هي زوز باك، باك لول هو باك النجاح والباك الثاني هو باك التوجيه. هذاك علاش الائتلاف التربوي التونسي وفي العادته في مساعدة أبنائنا التلاميذ، واختار جملة من خبراء في التوجيه المدرسي والجامعي مش يرافقوا أبنائنا التلاميذ طيلة يومين 22 و23 جويلية. مش تكون هذه هي خطوة في اتجاه تحديد مستقبلهم وضمان اختيارات واعية وفعالة واختيارات قادرة تقودهم في مسيرتهم التعليمية ومسيرتهم الجامعية فيما بعد. في تونس ودعما للقضية الفلسطينية وتنديدا باستمرار الإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، دعت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين إلى المشاركة بكثافة في مسيرة تنظمها اليوم بداية من السادسة مساء وانطلاقا من ساحة باب الخضراء في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. عضو تنسيقية جواهر شنة:
بعد مرور أكثر من 9 أشهر على حرب الإبادة التي يخوضها الكيان الصهيوني على غزة، اليوم ندعيه المسيرة تنطلق من تحت باب الخضرة تحت شهيد حلمي المناعي على الساعة 6:00 مساء في اتجاه الحبيب بورقيبة. اليوم من واجب الشعب التونسي يلعب دوره ككل الشعوب المساندة للقضية الفلسطينية أنه يحضر في التحركات بكثافة للمطالبة بتجريم التطبيع، طرد سفراء دول العدوان وإسناد الشعب الفلسطيني. حقيقة تفاعل كبير، عديد من الناس يعني عبروا على استعدادهم للمشاركة في المسيرة هذه. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في فلسطين المحتلة وصلت آلات الحرب الصهيونية اليوم ارتكاب المزيد من المجازر المروعة في حق المدنيين العزل في مختلف مناطق القطاع، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. في غضون ذلك تتواصل المباحثات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، فيما تستضيف الصين اجتماعا خاصا لتحقيق توافق وطني فلسطيني ومناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع. نفيسة حسنية، اليوم 84 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل الاحتلال قصفه مناطق متفرقة في القطاع مرتكبا مجزرتين حسب وزارة الصحة في غزة، راح ضحيتها 49 شهيدا فيما أصيب 69 آخرون خلال 24 ساعة الأخيرة. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين طالت أكثر من 20 منهم، بينهم أطفال وأسرى سابقون. كما اقتحمت قوات خاصة اليوم مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس. في الأثناء أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال المتوغلة داخل مدينة تباصة في وقت أعلن فيه الإعلام العبري عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بنيران صديقة شمالي رام الله، وإصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون بقضاء نابلس. من جهتها أعلنت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مخيم بلاطة للاجئين، حيث تمكنوا من إيقاع مجموعة من مشاة العدو في كمين محكم محققين إصابات مباشرة فيها. أما على الصعيد الدبلوماسي فيعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر اليوم اجتماعا لبحث صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، بينما قال أحد قادة الكيان الصهيوني المحتل إنه في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل سيتم إيقاف الحرب لمدة 2 شهر. يأتي ذلك بينما قالت وسائل إعلام عبرية اليوم إن الاتصالات الخاصة بالتوصل إلى صفقة لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى بين الجانبين تضررت عقب القصف الإسرائيلي على خيام النازحين بمنطقة المواصي بزعم محاولة اغتيال القيادي بحماس محمد الضيف. من جهة أخرى تستضيف العاصمة الصينية بكين الأحد المقبل اجتماعا بمعظم الفصائل الفلسطينية لتحقيق توافق وطني فلسطيني ومناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وموقف الصين من تطورات الأحداث في المنطقة. في بقية أخبار العالم، كشفت المنظمة الدولية للهجرة اليوم أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا من ديارهم بسبب الحرب في السودان، مضيفة أن أكثر من 20% من سكان السودان نزحوا داخليا أو عبر الحدود منذ بدء الصراع. في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن الحزب الجمهوري رسميا أمس خلال اليوم الأول من المؤتمر الحزبي العام اختيار دونالد ترامب كمرشحه الرئاسي للدولة الثالثة على التوالي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل. من جهته ووسط مطالبة أعداد متزايدة من الديمقراطيين بانسحابه من السباق الرئاسي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس عزمه على أن يخوض في سبتمبر المقبل مناظرة ثانية مع منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب. ختام نشرة قدمناها من الإذاعة الوطنية التونسية، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: إنتاج متوسط للحبوب هذه السنة مقارنة بالمواسم الماضية ودعوة إلى استنباط أصناف حبوب جديدة تتماشى مع المناخ في تونس. وزارة الفلاحة تعلن مداواة أكثر من 1,150,000 شجرة زيتون ضد ذبابة ثمار الزيتون الضارة.
تراجع صادرات تونس من الفوسفات ومشتقاته وتأثيره على عجز ميزان الطاقة والعجز التجاري عموما، محور تقرير قدمناه في النشرة. في فلسطين المحتلة 49 شهيدا ونحو 70 جريحا في مجزرتين صهيونيتين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. ألقاكم على رأس الساعة، أجمل تحية سمية فرجاني، في أمان الله.